Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Parcours de français de la première année d'enseignement collégial. Donc aujourd'hui nous avons la page 21 de la séquence numéro 3 intitulée Rédiger le début d'un conte. Yani, c'est la séquence hadi, غادي نتعلموا كيفاش يعني نصايبوا واحد الديبي ديال الكونت غير البدايه. يعني شنو هما لي كاركتيريستيك؟ دونك لي كاركتيريستيك دونك لا ليكتور ديال اوجوردي سي ايدونتيفي لي كاركتيريستيك دو ديبي دان كونت. يعني خصنا نتعرفوا على شنو هما الخصائص والمميزات اللي كتميز الديبي ديال الكونت باش شاك فوا مثلا بغينا نبروديو نديرو لا برودكسيون ديال واحد الديبي ديال الكونت غادي نعرف. Donc on va lire le texte intitulé Le petit poussé. Yani, le petit poussé, c'est-à-dire l'osboa sagher. On va lire le texte ou on va le pour répondre aux questions de la page, la question 1 et 2. Donc le petit poussé. Il était une fois, yani kan, yamakan. Il était une fois, d'abord, dit, nous kansemiwa. كنسميوها لا فورمول دانتروداكسيون ديال لو كونط. هادشي ديجا شفناه في الكانفا. دونك هادي دائما كتكون في البدايه. إل إيتي أون فوا شكون أن بيشخون إي أون بيشخون يعني واحد الحطاب وواحد الزوجه ديالو حتى هي حطابه. كيافي سات أونفون كانو عندهم سبعه ديال الأطفال تو غارسون كلهم ذكور. دونك ليني n'avait que 10 ans. يعني الكبير فيهم يلاه عنده 6 سنين يلاه عنده 10 سنين الكبير فيهم فهاد لي زونفو. اي لو بلو جون نون نافي كو 7 يعني والصغير فيهم عاوتاني عنده 7 سنين. يعني هاد الحطاب والد اطفال بين 7 سنين و 10 سنين يعني هما متقاربين في السن بزاف. يعني يقول نفس لاج نفس العمر نفس الجيل. Donc elle était fort pauvre. إذن هاد العائلة هادي وهاد الأولاد وهاد لو بيشخون ولا بيشخون ولادهم كانوا تري بوفر كانوا فقراء يعني فقر مدقع كما نقول. Et leurs sept enfants les incendaient beaucoup. وكانوا هاد الأطفال لا بيشخون الى بيشخون لو بيشخون الى بيشخون كانوا هاد الاطفال يعني منزعجين من الاطفال ديالهم بزاف. با بور كيل ريزون باسكو اوكان دو اذا حتى واحد من هاد الاطفال نو بوفي اونكور غاني سا في حتى واحد ما يقدر يخدم على راسو. كلهم كانوا كيعولوا على بيشخون ولا بيشخون لو بيشخون الى بيشخون يعني كيعولوا غير على باهم وامهم ما كيديروا حتى شي حاجه. يعني هما مستهلكين الى بغينا نقول ils sont des consommateurs. يعني كيعولوا على وهذا الشيء كان كيزعج هاد لو بيشخون الحطاب والحطابه. سو كي لي شاغريني انكور وشنو كيحزنهم ايضا سي كو لو بلو جون ايتي فور ديليكا. اذا هذاك الطفل اللي عنده 7 سنين والصغير فيهم كان كيزعجهم لانه كان يعني نو ديزي دونك تري فور ديليكا نو ديزي مو يعني انه كان حساس بزاف. نو ديزي مو ما كيقول حتى كلمه. إليتي فور بوتي وكذلك كان صغير قليل كنقولو صغير. اي كون تيل فان او موند فاش تزاد وخرج للوجود خرج يعني تزاد وتولد ايل نيتي غير بلو غرو كو لو بوس يعني كان يعني فاش تزاد كان ما دايش ابهام هاد الاصبع الكبير ديالنا يعني تزاد صغير اصلا هو منذ البدايه فاش تزاد واحد يعني قليل بزاف وبالتالي داكشي علاش سماوه لو بوتي بوسي. علاش؟ لان ما
الكتلة ديالو فاش كان صغير يلاه ما تجاوزاتش الإبهام ديالنا، يعني الأصبع الكبير ديالنا. سو كي في كو لون نابيلا لو بوتي بوسي، إذن هذا الشيء علاش سماوه لو بوتي، إذن من هنا جات التسمية نتاعو. سو بوفغ أونفون إيتي لو سوفر دو لور، هذا الطفل هذا اللي هو لو جون اللي عنده 7 طون لو بوتي بوسي كان هو كبش الفداء ديال لا ميزون، يعني اي حاجه وقعت في لا ميزون كان هو كيلصقوها، اللي تدارت اي كارثه وقعت في الدار ديما لو بوتي بوسي هو السبب. دونك ها هو في الصوره كيبان، دونك لاحظتوا شحال صغير، وهذا لو بيشرون. اي اون لوي دوني توجور لو طور، ودائما كيلوموه، دائما هو اي حاجه كيلوموه عليها. Cependant, il était plus fin. ولكن هو كان يعني plus fin، c'est-à-dire كان دقيق، كيدقق الامور، يعني et plus avisé de tous ses frères. ولكن كان دقيق وكان يقظ، يعني كان مطور، يعني كان كينتبه، ماشي بحال خوتو صون يعني سدج، هو كان دقيق وكان يعني كيلاحظ. وهذوك فعلا هذوك il parle et si il parlait et s'il parlait peu، ولا هضر كيهضر غير شويه، وفعلا هذوك اللي كيهضروا غير شويه وكيسمعوا بزاف، il écoutait beaucoup وكيسمع بزاف، هذاك اللي كتلقاه كيسمع بزاف وكيهضر غير شويه هذاك كتلقاه كيلاحظ وكينتبه كثير، لان كيبدا يستعمل البصر، ملي ما كيستعملش الصوت ديالو ما كيستعملش الاخر، دونك هنا كيولي دقيق. دونك il vint une année très fâcheuse، واحد العام جات واحد العام صعيبه، يعني عام الى بغينا نقولوا ديال القهره. et la famine fut si grande، المجاعه زادت بزاف، واصلا هما دي بوفر، ومع عام ديال المجاعه يعني الامور زادت تعقدات. كو سي بوفر جون ريزولور دو سو ديفير دو لوغ زونفون، هنايا في هاد العام ديال المجاعه شنو وقع؟ هاد الناس اللي هما دي بوفر بغاو يتخلصوا، ديفير سيتادير غادي يتخلصوا من الاطفال نتاعهم، يعني خصهم يتخلصوا لان ما عندهم ما يوكلوهم، وما بغاوش يشوفوهم كيموتوا حداهم، خصهم يديروا شي حاجه باش يتخلصوا من الاطفال نتاعهم. دونك ان سوار كو سي زونفون ايتي كوشي، واحد النهار هاد الاطفال نتاع دابا حنا انا تكلمنا بصفه عامه لي بوفر، دونك لي بوفر جون، ولكن هنا رجعنا كنتكلموا على لو بيشخون الى بيشخون، اذا لا بيشخون لو بيشخون الى بيشخون، هاد الحطاب والحطابه الاطفال ديالهم نعسوا. اي كو لو بيشخون ايتي اوبري دو فو، هذاك الحطاب كان قريب من العافيه كيسخن، افيك سا فام هو ومرتو كيسخنوا في المجمر ولا مثلا في شي بلاصه فيها المهم كاين البرد. اي اي لويدي، دونك الحطاب قال للحطابه لو كور سيغي دو دولور، قال لها قلبي كيضرني، يعني انه مضغوط كيحس بالضغط في القلب نتاعو. دونك هنايا tu vois bien que nous ne pouvons plus nourrir nos enfants، قال ليها يعني حنايا انت كتشوف ما قدرناش ناكلو ولادنا، ما عندناش باش ناكلو ولادنا. je ne saurais les voir mourir de faim devant mes yeux، وانا ما قدرتش ما باغيش نشوفهم كيموتوا قدام عينيا. et je suis résolu de les mener perdre demain à la forêt، وغدا راني لقيت واحد الحل هو انني غادي نقودهم الى الغابه وغادي نتخلص منهم وغادي نسمح فيهم، غادي نتركهم، يعني فكر هو في عمليه الترك، غادي يترك ولادو وليو باش يموت وحده بالجوع، دونك غادي يتركهم. سو كي سوغا فاسيل، هذا الشيء غادي يجيه ساهل احسن من انهم يموتوا وحده. كار طونديس كيل ساميزغون ا فاغوتي، يعني في الوقت
nous n'avons qu'à nous enfouir. إذن ما علينا أنا وياك أيها الحطبة إلا أننا نهربو ونسمح فيهم. Donc, sans qu'ils nous voient. لا ما يشوفونا إحنا يا أنا وياك دابا هو والمرأة ديالو والزوجة ديالو كيتفقوا على هادشي. Donc, donc دابا الحطبة غادي تتكلم وغادي تقول سيكريا لا بيشخون. إذن دابا الحطبة غادي ترد. Pourrais-tu bien toi-même mener perdre tes enfants? واش انت زعما غادي تقدر تدي ولادك وغادي تسمح فيهم في الغابة؟ Donc là, son mari avait beau lui représenter leur grande pauvreté. إذن هنا الزوج نتاعها إذن حاول يبين لها بأنه راه الفقر. Il ne pouvait y consentir. إذن هي رغم أنه هو بغى يبين لها بأن راه لا بوفغوتي وصل للعظم ولكن هي قالت له أنا ما موافقش أنا ما متفقش على هذا الشيء هذا. إليتي بوفغ حتى هي قالت له يعني حتى هي كانت حتى هي فقيرة ماشي غير هو مي إليتي لوغ مير ولكن هي مهم etc. Le petit poussé entendit. D'abord, il dit, le petit poussé, tout ce qu'il dit, donc, il s'est élevé doucement, il s'est glissé sous l'escabelle, de son père, pour les écouter sans être vu. باش يسمعهم بلا ما يشوفوه. دونك هنايا هذه جوست ان انتروداكسيون. شنو الدليل على هذا؟ هو انه مازال نقط الحذف. هذه فقط مقدمه ديال ان كون. لان حنا في هاد لا سيكونس بصدد دراسه لو ديبي ديال لو كون. دونك دابا اون باس بور ريبوندر او كيسيون. دونك لا بروميير كيسيون كومبليت لو طابلو سويفون ا بارتير دو تيكست. Donc, je connais le nom du personnage principal. Donc, je connais le personnage. Donc, c'est le petit poussé. وفي الاخر ها هو بان عاوتاني في هاد الفقره هادي انه تخشى تحت الكرسي وكيتصنت. دونك سي لو بوتي بوسي. دونك لو بوتي بوسي لا فورمول كي انترودوي لو كونت. دونك لا فورمول دابا ولات معروفه. إلي تي اون فوا. إلي تي اون فوا. Les indicateurs temporels employés, donc les indicateurs de temps, les kénines, il y a il était une fois. C'est un indicateur de temps. Il y a une formule d'introduction, il y a un indicateur de temps. Donc il était. Donc il était une fois. Il y a un soir, puis Ahed, Wahl Massa. Donc, c'est un indicateur de temps. Un soir. Demain. J'ai entendu une demain. Voilà. Donc, elle y est demain. Demain, c'est un indicateur de temps. Demain. Les temps des verbes conjugués. Donc, il y a le texte غادي نلقاو بان لا بلوبار ديال لي فيرب سون كونجوغي لامبارفي. مثلا هذا il était nous pouvait commander en commander avait etc. دونك في المرقتي a été. دونك كاين عندنا بزاف ديال لي فيرب كي سون كونجوغي او لامبارفي. دونك كاين عندنا ايضا
un temps les ma personnage الماضية اللي هو le passé simple le passé simple كذلك هنايا يعني مثلا s'écria ها كاين هنا حتى لو passé composé ها هو ولكن لي كتير كتير بزاف هنا هو لو passé simple et le donc 20 هذا سي لو passé simple كاين résolur الا بقيت donc résolure c'est un passé simple هنايا عندنا l'imparfait l'imparfait donc disait l'imparfait l'imparfait était imparfait donc le passé simple حتى هو كاين هنايا Voilà, donc il y a bzaf diyal les verbes qui sont conjugués à l'imparfait et au passé simple. Donc on va voir les verbes kamlin, ولكن هذا الشيء اللي لاحظنا لان الباسي سامبل عنده خصائص وقتاش كنستعملوه في والامبارفي كذلك لان الباسي سامبل كيتعتبر يعني كيكون غير واحد اللحظه في الزمن يعني قصير نقولوا بينما الامبارفي كتشد مده في الزمن في الماضي دونك هما لي طون دي باسي اذا هنا شنو غادي نقولوا دونك عندنا الامبارفي الامبارفي et le passé simple كاين دوتر ولكن حنا دابا كنهضروا على لو ريسي اذا خصنا نركزوا على لي طون اللي كيتستعملوا في لو ريسي دونك لا دوزيام كيسيون جيتابلي لي بروميير كاركتيريستيك دو ديبي دان كونت ا بارتير دي زيليمون ريليفي دون لو طابلو اذا دابا شنو هما لي بروميير كاركتيريستيك شنو هما الخصائص من خلال هذا الديبي ديال الكونت اللي قرينا شنو هما الخصائص اللي كتميز واحد الديبي ديال الكونت دونك كاين عندنا الشخصيه الرئيسيه خصها لابد تذكر دونك لو نو دي برينسيپ دي بيرسوناج برينسيپال نو دي بيرسوناج برينسيپال هذا لابد خصو يكون حاضر في لانتروديكسيون ما يمكنش لانتروديكسيون ديال الكونت ما نذكروش فيها الشخصيه الرئيسيه ثم عندنا لا فورمول دانتروديكسيون دانتروديكسيون دي كونت خصها لابد تكون ثم عندنا لي زانديكاتور دو طون لي زانديكاتور دو طون وعندنا لي طون دو كونجوغيزون لي طون دو باسي مثل لامبارفي et le passé simple. Le nom de la personne principale, c'est des informations. Le petit poussé, donc les informations et le petit poussé, خصنا نتكلموا عليه شويه نقولوا كي داير شنو هو وعندنا كذلك لا كوز دو ديبار لا كوز دو ديبار يعني السبب ولا سميناها سابقا ليفينمون اناتوندو شنو هو ليفينمون اللي وقع باش انطلقت الحكايه دونك هذا كل ما يتعلق بهاد لا سيكون لا باج كونسيرنون لا ريداكسيون ديال ان ديبي دو كونت parcours de français 6e année primaire, pardon, première année d'enseignement collégial.